السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم احنا نتكلم عن زراعات بذور زهور القرنفل. طبعا هذا القرنفل صيني صراحة، اني مكاثرة من عنده، بس مكاثرة من بذور القرنفل العراقي ذات الرائحة العطرة. وردة وحدة تكفي لتعطير البيت جم كله. يعني هاي البذور اشوفكم شكلها. هاي البذور عندنا بذور وردة القرنفل، طبعا هاي لونها اصفر. تفتحها وتطلع البذور من هنا، هنا تكون متجمعة زين. عيني هي شكلها تشبه بذور السمسم لكن على السودة. هسه هاي مو ناضجة، انا فتحتها بس حتى اشوفكم شكلها زين عيني. وبعدين تزرعوها على شكل دايه عادي، تحطون تربه بتموس او بتموس وبرلايت، وتخلون البذور تغطوا طبقه خفيفه من نفس التربه وتسقوا، وبعدين تراعونه لحد ما تظهر شتلات القرنفل. طبعا هاي زرعها يوم 20/2/2021، نمت هاي البذور واصبحت شتلات جميله مثل ما تشوفون، وزاحم المكان. هسه احنا راح نبدي ننقل الشتلات الى مكان اكبر حتى تنمو هذه الشتلات بشكل مريح. نجيب سندانة، قصيص، شو تسموها انتو، اي شيء متوفر بالبيت، قدح مال شاي ورقي، قدح مال ماء مثل ما تشوفون. اهم شيء يكون ثقبوه بشكل جيد. اشوفكم شوفوا انا شلون ثقبته حتى يكون تصريف، لان الماء الزائد يعفن الشتلة ويقتلها. ورا من نخلط التربة البتموس والبرلايت مثل ما قلنا، البرلايت جزء والبتموس 5 أجزاء، نخلطها بشكل جيد، نضعها في المكان اللي قررنا نحط به الشتلة لحد ما تقوى وتكبر اكثر، ونحطها في مكانها الاخير. نجي على الداية نطلع شتلة صغيرة بحذر دون ما نأذي جذورها زين عيني. بسم الله نطلعها هي وجذورها مثل ما تشوفون، حتى بعدها محاطة بالتربة، ونحطها مكانها. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله صدق الله العظيم. شوفوا عيني، نضغط حول الشتلة طبعا، والوقت وراء العصر خلينا نقول، يا اما صباح يعني كلش صبح مبكر، يا اما وراء العصر نقوم بزرع الشتلات حتى ما تتأذى من حرارة الجو او الشمس. وبعدين نسقيها ريا غمر. السقية الاولى بسم الله، هاي ايضا زرعناها ريا غمر، وهاي هم زارعيها، وهاي شوف لحد ما طلع الماء من تحت زين عيني. نحطها بنفس المكان اللي خلينا نقول معودين الشتلة كانت محطوطة به، الحين ما تشتد وتقوى الشتلة، ننقلها الى مكان اكثر اضاءة. احنا كنا مخليها مكان اضاءة يعني متوسطة، لان مهما يكون يا شتلة نبات ضعيف. وردة القرنفل وردة جميلة، رائحتها عطرة، شكلها حلو. طبعا هذا القرنفل هذا اصفر وعراقي، عطرة رائع. اذا عجبكم الفيديو شاركوا مع اكبر عدد من الناس حتى الكل يستفاد والكل يتعلم شلون يزرع. الزراعه هي تدخل الفرح للقلب، وازرع تفرح وربي يسعدكم.